هو ساحر الموسيقى التصويرية، ترك بصمته المبدعة على معظم أمسياتنا الدرامية، رافقتنا موسيقى برحلة طويلة من المشاهدات الممتعة، وطبعا منح الصورة التلفزيونية بعدا سمعيا مختلفا، وجعل للموسيقى جسد عم بيتحرك. ارتبط اسمه بعشرات المسلسلات الناجحة، وكانت موسيقى عنصر أساسي من عناصر هذا النجاح. أكيد عم نحكي عن المؤلف الموسيقي طاهر مملي. اليوم زينب نحن محظوظين بصباحنا، مو بس المؤلف الموسيقي والمايسترو طاهر ماملي، لا كمان معنا صاحب الصوت اللي ترك بصمة بعالم الفن منذ أن ظهر على الساحة الفنية. طبعا هذا الشيء ما غريب عليه، فهو من أسرة فنية بيمتلك صوت وشخصية مميزة ومحببة. أكيد عبود برمدة والموسيقار طاهر ماملي هني رح يزينوا ويكونوا مسك الختام معنا بصباحنا لليوم. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيكم. الخير، صباح حياة أنتم الخير. مسك الختام. سلام. صباح الخير وكل عام وانتم بخير بذكرى حرب تشرين التحريرية وانتصارات جيشنا العربي السوري. يعني رح نبدأ من آخر فعالية عم تحضروا لها، اللي هي اليوم رح تكون النصر ساعة صبر. خلونا نحكي عنها أكثر، عن هالعرض المسرحي، وشو بتفرق عن المسرح، شو بيميزه؟ في عرض راقص، في مؤلفات كتير موسيقية أيضا، ومشاركة عدد من النجوم السوريين. هلا الحقيقه يعني انا بتمنى تكون اول شيء صباح الخير للساده صباح النور. المشاهدين وكل فريق العمل، الاخراج، محطه الاخباريه الغاليه على قلوبنا. بتمنى انه العمل هو يحكي عن نفسه، وبالتالي من خلال منبركم وندعي كل الحقيقه اللي بيقدروا يجوا يحضرونا ويحكموا علينا فنيا. اما برات الشرط الفني، خليني اقول انه هي الجمعيه تموز عم بتقدم هكذا عروض فنيه كرمال دعم أسر الشهداء، وأنا برأيي هذا الأهم. يعني إحنا فنيا حطونا حاكمونا قد ما بدكم، أخطأنا أو أصبنا، لأنه بالأخير الفن يعني بيحمل الرأي، إذا كان في جهد، إذا كان في إخراج ونص، وحقيقة الكل عم يتعب. هلا بنحكي عن مين فريق العمل، بس أنا اللي بدي أقوله اللي هو الأهم بالنسبة لنا نحن كفنانين وحتى كمتطوعين. أنا بوجه تحية الأستاذ عبود، الأستاذ شاهد، مدام سلمى المصري، فعلا باقة كبيرة من النجوم، الأستاذ أيمن زيدان، الأستاذ جوز سعيد، بوجه لهم تحية كتار، ما رح ننسى حدا، بنرجع بنذكر فيهم. بس أنا بقول إنه ثقافة العمل الطوعي بالنسبة للفنان عنا شوي خجولة، وخصوصا لما فيما يتعلق بأهم مؤسسة اليوم. هاي مو رأيي ولا رأي السوريين، رأي الدنيا كلها، هي مؤسسة الجيش العربي السوري، وبالتالي أغلى شيء عندهم كان أرواحهم، قدموا لنا إياها، نحن من واجبنا أقل ما يمكن إنه نحن نقدم لهم شيء كفنانين. عم تيجي جمعية مثل جمعية تموز بتعمل أرقام حقيقية فعلا، وبتتوزع وبتخدم أسر الشهداء اللي نحن هن أولا دين برقبتنا، اثنين إنه كتير مقصرين، وقد ما عملنا بنضلنا مقصرين، لأنه حقيقة للأسف إنه حربنا كانت كتير قاسية، وكان عندنا دماء كتيرة وشهداء. بنتوجه بالرحمة طبعا لكل أرواح الشهداء، أكيد. بس هذا الدين هذا قد ما فينا كل واحد من مكانه، مثل ما دائما بنقول إنه عم نشتغل فنيا. بس تحضروا بتقولوا لي إذا عجبتكم الموسيقى أو لا. صوت عبود ما في شك عليه، بس بنحكي هلا بعدين بدنا نسمعه. بالموسيقى. اكيد يعني استاذ طاهر، اكيد نحن رح نعرف منك اكثر التفاصيل، الفريق الموجود وكيف كان عم بتكون قضاة، لكن بدي انتقل اول شيء لعبود. كيفك؟ صباح الخير. صباح الخير عليكم وهيك على كل الناس اللي عم تحضرنا من سوريا وخارج سوريا. يسعد صباحك، واكيد بدنا نوجه كمان تحيه لشهد يلي اكيد نحن كمان كثير بنحب صوته وكثير مشتاقين لصوته. عبود خبرنا، يعني هيك مشاركه شو هي، شو بتقدم للفنان السوري برايك، وخاصه يمكن كمان بدايه التجارب الفنيه لازم يكون في عطاء اكبر ولازم بيكون في اثبات وجود اكثر. اكيد يعني هيك 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 مناسبه وهيك هيك ايفنت انا لي الشرف اني يكون فيه، وخاصه مع استاذ طاهر. يمكن نحن اول هيك تعامل بيناتنا، ولسه ان شاء الله هيك اكيد لي الشرف الخير لقدام. طبعا اكيد يعني جمعيه تموز كمان نتشرف انه نكون معهم، لانه قدروا يعني قدرونا واستدعونا لهيك ايفنت مهم، وخاصه كمان هو لعائلات الشهداء رايح. نعم. يعني نحن بالنهايه بنكون عم نخدم اهلنا، لانه نحن هلا اليوم بسوريا ما في عائلة ما راح لشهيد، ونحن كمان كذلك كل أي عائلة، فهذا شيء كتير مهم، وهذا انتصار بالنسبة لي أنا، هيك بعتبره عم شارك بانتصار. أكيد. وإن شاء الله يا رب هيك الناس تحب، اشتغلنا شيء من قلبنا
وشي شي شي لمسني يعني، حتى الغنية اللي احنا عملناها مع استاذ طاهر شي انعيت من قلبي. أكيد هلأ إن شاء الله بدنا نسمع منك شيء. اكيد أستاذة طاهر خلينا نحكي عن خليني اغني، اسمعي صوتي حلو. هلأ بدنا نسمعه، أكيد بدنا نسمعه. خلينا نحكي بس أولا عن فريق العمل، كيف تمت التحضيرات؟ يعني كنا عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي صور عم تنزلوها من البروفات اللي عم تعملوها. فريق كبير عم تشتغلوا فيه، إن كان ممثلين للعرض المسرحي، حتى الموسيقى اللي عم يتنغموا معها بحركات الجسد عم نشوف الصور، وأيضا حتى الفرقة الراقصة المشاركة معكم، فخلينا نحكي عنها. هلا انتوا مثل ما بتعرفوا انتوا دائما مشكورين موجودين معنا بكل ايفنت عم نعمله. بالسنه الماضيه مثل ما تفضل عبود انه الجمعيه حريصه دائما عم تقدم شيء، كنا عم نقدم دم حبر الحق، وبالتالي مثل ما قال هلا نحن اليوم البلد انتقلت لمحل ثاني اللي هو بشاره نصر، اللي هو عنواننا للعمل الحقيقه، هو العنوان الاساسي. يعني اليوم لما سوريا عم تنتصر فكان لابد ايضا انه نحن نبدا نفكر بطريقه مختلفه عن السنه الماضيه. جمعيه تموز كانت حريصه انه غير انه يكون في اهداف ثانيه من العمل الفني، انه كمان تكون الرساله بالوقت المناسب. رحنا للاستاذ الكاتب الكبير فعلا، بوجه له تحيه عبر محطتكم، الاستاذ محمود عبد الكريم، نوجه له تحيه. فقدم لنا نص ساحر، ولكن صعوبة بمكان انه عناصر الفنية يعني متجانسة، ما في انه مسرح او سينما او رقص. السنة الماضية كان عندنا عرض غنائي راقص، فمحلولة القصة، شغل وتعب ورقص وابهار بصري. اليوم عندنا مشاهد درامية، وبالتالي كان لابد من انه كمان نشوف مخرج مسرحي حقيقي، الاستاذ مأمون الخطيب، وهو قائد هالعملية هي كقائد اوركسترا حقيقي، لانه في عندنا عنصر مرئي اللي هو مقدم لنا اياه الاستاذ ايمن زيدان من خلال عين الصديق جود سعيد، وعندنا العنصر الموسيقي الراقص بمشاركه من فرقه ارام اللي هي فعلا دائما جهود معنا، حتى وقت طلعنا كنا سباقين بمدينه حلب بتتذكروا، وكانت لسه حلب يعني وقتها عم تنتصر، والمسلحين وقتها يعني عم يطلعوا منا، قدرنا نقدم لنرجع نرفع معنويات الناس اللي صمدت من حلب. نحن شوي منحازين لحلب بس لانه حلبيه، نحن منحازين للاكلات الحلبيه. هلا جيب الصندوق الحلبي، هذيك اختصاص شاهد هلا بكم شاهد الاختصاص. لقلك بقى لما طلعنا من نص واخراج صرنا منا في مشاهد حقيقية تمثيلية، فهون كمان صار في وجود ممثلين وأساتذة كتار، يعني على رأسهم بقول قلنا زمان ما شفناهم على المسرح. المصري صلى فترة انه انت لما عم برجع بقلك انه عمل طوعي وجهد، المسرح متعب وبروفات والتلفزيون، تعرفي قديش انتم بتتعبوا، بس بالمسلسلات ما بنتعب نحن. وبالمسلسل وبالإنتاج الدرامي والمسلسل الدرامي في مقابل مادي، أما أنت هون تعب وجهد مقابل معنوي الحقيقة، اللي هو أنت الشيء اللي عم تفكري أنك أنت كفنانة كبيرة مثل الأستاذة سلمى المصري، كبيرة بالقدر طبعا بالعمر، هي أصغر مني، بوجه لها تحية من الصبح. كيف بوجه لها تحية؟ اللي بدي أقول لك يا أنه كل هاي الجهود بالأخير لابد من وجود قائد اوركسترا هو استاذ مأمون الخطيب، لحتى بقى كمان يكون في وحده اسلوب. يعني ما انه تقولي لي طب انه كيف هالخلطه هاي صايره بين سينما من محل ورقص محل وتمثيل من محل، هو سمعته عرض مسرحي، وبالتالي صار عندنا عرض مسرحي كاحتفاء، يعني اكثر منه انه مسرحيه ولا انه سينما ولا انه احتفاء، وهو بالمقابل رساله مباشره تحية للجيش العربي السوري بتتكلل بأغنية. هالأغنية هاي كان لي الشرف فعلا انه يكون موجود فيها الاستاذ عبود والاستاذ شهد مع الفرقة الراقصة طبعا، وهن بالاخير عم يقدموا مثل ما قال هالبشارة النصر من خلال لوحة غنائية. انا بتمنى عليكم شخصيا باعتبار رح تحضروا كل السادة اللي رح يحضرونا انه نكون مقدمين فعلا اقصى ما عنا من جهد، وبالتالي يعني بيبقى الحكم للناس لتقول اذا قدرنا نتوفق ولا لا. اكيد
كمان عبود حابين نسمع منك شيء أكيد طبعا، على ذوقك. هيك شيء من عند الصبح أكيد نسمع شيء لوالي يسار. ايه تفضل. بتعرفي المغنيين الصبح بيعملوا هي انه نحن نفكر انه هي هي السر. لا هو مشان الواحد الساعه 2 يعني صباح الخير حتى بشكلي يعني. يا ليل 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 يا عيني يا ليل. يا ابو الاحباب لاقيني من بعد غياب هنيني، يا ابو الاحباب لاقيني من بعد غياب هنيني، حاجه من دموعي تسقيني نشفت دموعي ايه والله، حاجة من دموعي تسقيني نشفت دموعي ايه والله، نشفت دموعي 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 ايه ايه والله. تسلم هالصوت من الصبح وهيك. الصبح نشف لنا دموعنا. من الصبح وهيك. عبود، اليوم الأغنية الوطنية برأيك قديش عم تضيف للفنان، وخاصة في اتجاه عند أغلب الشباب السوريين طبعاً إنه يقدموا شيء لبلادهم؟ أكيد شيء مهم لكل فنان. أنا برأيي إنه من كم يوم كنا عم نحكي إنه دائماً واحد النجاح ببلاده بيعمل آلاف النجاح برا البلد. ونحن بنكون فخورين بهذا الشيء، وخاصة يعني اليوم نحن كفنانين سوريين، وأنا خليني أحكي عن حالي شخصياً، أنا وقت اللي كنت عم بطلع لبرا ولا كنت ببرنامج ذا فويس وكذا، فكانت كلها رسالة للبلد. وأنا أنا أنا هيك من وقت ما كنت صغير حابب إني أطلع، وقت اللي أطلع أعمل شيء مهم، يعني أعمل شيء للبلد بالنهاية، وخاصة كان بوقت مو مثل هلا، يعني هلا شوي الحمد لله سوريا نحو الأفضل والانتصار. فنحن كنا هيك عم نرسم البسمة، الناس حبت، الناس صوتت، يعني الحمد لله رب العالمين. وآخر مرحلة هيك كمان كنت متوتر زيادة عن اللزوم، عاملين هيك جروب كانوا فانز سوريين، فعم يلا بدنا نربح ويلا وعبود وعبود وعبود، ما خلص صار كتير في ضغط. وكان الغنية اللي قدمتها يا ابني كانت موجهة لشباب سوريا هيك اللي كانوا، خلينا نكون أوضح كمان للجيش العربي السوري. وخاصة كانوا على الجبهات، ومرحلة وقت كانت بالضبط حلب عم تمر بظروف ايه صعبة، فكانت رسالتي هيك واضحة بهذا الموضوع، وكان كتير هيك تأثرت فيها. فالحمد لله يعني عملنا شيء مهم، طلعت يمكن بيومها بنفس الحلقة طبعا، والحمد لله يعني هيك كانت تجربة. يمكن حبيته ولا في اكيد حبينا. الحمد لله. استاذ طاهر، يعني كان عبود عم بغني وانت معه عم بتدندن، رفعت العلم انت ولا انا؟ خلص انا اكيد انا كان لي الشرف اني اكون عم برفع العلم، بس رفعناه صار اكيد اكيد. هو مثل ما تفضلتي انه الحلو انه لما عم نحقق الانتصارات هاي من خلال الفن، انه فعلا العلم رمزيته، وهلا يعني هي القصة هي رمزية يعني أكثر منه. لما عم تروح بطلة مثلا سباحة أولمبية بتاخذ بطولة بترفع ذهبية، أو لما بيكون عندنا بطل عم بيطلع بيمثلنا، مثل اليوم لما الكل كان عم يتابع المنتخب السوري، ما الكل عم يتابع الفوتبول الحقيقة، يعني ماما الله يطول لنا عمرها ما بحياتها شافت فوتبول، بس كانت عم تشوف عم تشجع وفرحت وبتسأل ونحن مين وهي. فهذا حقيقة هذا بيخلي بيعزز عنا الانتماء أكثر. صحيح. الرمزية هاي قد تكون رمزية، ولكن بمدلولها بعمقها هو تعزيز فكرة الانتماء. اليوم أي فنان أي مواطن سوري لما بتتعزز عنده هاي القضية
صدقيني بنعود بنشوف عملنا الوطني بشكل مختلف، وبالتالي القصه ما بتعود مزاوده وتجاره، لانه اي واحد سهل انه انا بعمل غنيه وعلى قصه انا بمزح معه رفعنا العلم ولا عملنا سيلفي ولا ابدا، هي القصة مو هذا المغزى يعني ابدا، لانه بالاخير كمان في ناس تاجرت بالقضيه صحيح. وفي نجوم صاروا نجوم من وراء الحرب وشماعه الحرب، والازمه افرزت يعني طبقه جديده من النجوم اللي هي اعتمدت انه نحن بدنا نقدم للوطن، واذا ما خليتيهم يقدموا بيزعلوا انه طيب. ومثل اللي بيقول لك انه طول الوقت انه والله نحن قعدنا بالبلد ما تركنا البلد، والله يا ريتك تركت اذا هيك تفكيرك. يعني بالاخير نحن عم نحكي بشفافيه، وانا يعني مثل ما قلت لك بمحطتي اللي بعتبرها مثل بيتي، خلينا نكون واقعيين. يعني في كثير عالم، حتى اذا بدك هلا خلصنا من قضيه موالين وغير موالين، حتى في من ناس موالين لانه كانوا لهم مصالح بالبلد، وقت اللي وقفت مصالحهم صاروا ثاني يوم معارضين. هذا هي بدنا نرجع لقضيه الانتماء. ان كان فنان، الفنان شو؟ فنان مواطن سوري بس عليه ضوء، وبالتالي محسوبه كل تصرفاته، مسؤوليته اكبر، ادق التفاصيل مضوايه. مثل ما بيقولوا لك الوسط الفني، كل العالم جواز بتطلع، بس بالوسط الفني اذا حدا سهر بالتاني يوم وما شاء الله الوسائل السوشيال ميديا عنا صارت فرامه شوي تاني عم تفرم وزراء يعني. اكيد. وبالتالي كثير المسؤوليه اليوم، برجع بقول لك المسؤوليه على الفنان لانه عليه الضوء، انه يكون كل تصرفاته محسوبه شوي برمزيه اكثر، لانه هو عم يمثل يعني مثل ما هلا مثلا الاستاذ فايت بمسيره وعنده فانز، وهلا بنعمل انا وياكي سيلفي اذا بيخلينا بيسمح لنا، شوفي كم لايك بعد 10 دقائق. فهي مسؤوليه على الفنان الحقيقه. اكيد طبعا. يعني بدنا نسال عن شيء كثير مميز بحضرتك. عم بقول انه هلا كلهم بدهم يجوا يتصوروا. لا 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 ابدا. استاذ طاهر، عم نشوف منك ايمان كبير كثير فعلا بهي السنين بالاصوات الشابه. عم نشوف دائما البعض بيحسبها انه مغامره، البعض الثاني بيقول لا هذا هو الايمان، انه نحن فعلا في عنا اصوات. فكيف اذا تعاملوا فورا مع مايسترو كبير واسم مثل حضرتك؟ قد ايه بتشوف اليوم نحن يمكن هذا واجب علينا انه نحن نمد الايدين ونكتشف هي الاصوات الجديده، يعني يكون لها بصمه ثانيه؟ اي واجب عليكم، بس من انتم؟ يعني المشكله الاعلام منسلط الضوء عليكم. الاعلام على عيني. اذا الاعلام حقيقه واجب. نعم. لانه بالاخير انا مثل عبود مثل اي حدا، نحن محتاجين لدعمكم، لانه نحن ما عندنا مؤسسات. يعني ما ننسى باي بلد بالدنيا في مؤسسه لانتاج الغناء والموسيقى الا بسوريا. اليوم لما بنقول نجاح المسلسل السوري والدراما السوريه، ومثل ما كنتوا عاملين من كم يوم الدراما بخير او درامانا بخير، هذا كله نجاح. ونحن عاملين. ايه بعرف، فهموا علي اللي عاملين. هذا النجاح حققته مؤسسات وشركات انتجت هاي الاعمال. اليوم انا اذا بدي اعمل البوم، اذا انا اليوم كنت عم اتمتع بصوت حلو ولوك حلو، يعني ما طلع علي هيك الصبح انا شو في المسا كيف بصير. اليوم ضروري المسا كثير طالع بلوك هيك مهضوم. وبعدين اذا ما دعمتوني انتوا، انا ما عندي لا شركه تنتج لي، ما عندي حقوق اصلا ما عندنا. واليوم خلصنا من شماعه الحرب، خلينا بقى نرجع النادي لنطلع بسوريا عم نحلم فيها، اللي دفعنا فاتورة، اللي هذا اليوم أكبر دليل الذكرى، نحن الذكرى اليوم فيها لحتى تكون عبرة كمان، إنه هاي الفاتورة اللي اندفعت، هالدم شهداء، هالعبرة هاي كلها تمن بالأخير، اللي هو شو؟ اللي هو بلد حلوة نحن منحبها، اللي هي أمنا، واللي هي نحن هي عم نحبها وهي عم تحبنا. إذا بدنا نترجم هذا الحكي مشان ما يكون فلسفة من عند الصبح والعالم يملوا مننا، إنه أنا بدي فعلاً عندي صوت حلو وعندي فرصة وقادر أقدم حالي للناس، تيجي شركة تتبناني تعمل لي ألبوم، تعمل لي كليب. ومو أنه إذا أنا والله بتليفون بصير نجم وبتليفون بشيلوا عني الكهرباء، مصيبة. لا، خلي فني وصوتي هن القدرة العالم تحبني أو ما تحبني. أكيد. يعني عبود كان عم يحكي المايسترو عن النبض وإرادة الحياة، قديه حابين ترجع، ونحن هلأ عم نلمس بعض من هي الفرحة اللي عم يعيشها الشارع السوري عبر انتصارات الجيش، عبر انتصارات السوريين عم يبدعوا بكل مكان. مهرجان الشام الأول كان في حضور سوري لافت، بتحس أنه سوريا عم تنبض بالحياة وشبابها عندهم هي الإرادة. كنت مشارك فيه، رح نروح نشوف بعض من المقتطفات ونرجع. دايرها وحلبها وحلبها.
بحبك ما رديتك شلتي وعيوني خبيتك ضميتك قلبي وحسيت ايدك عغصري شديتي قلت بحبك ما رديتك يعني بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه عبود على الحفل وعلى يمكن قديش كانت الناس كثير حابه اليوم. خلينا نعرف منك شو جديدك، شو محضر اغاني؟ هلا هلا يمكن كنت عم تسمعوها بتحبيني. نزلتها تقريبا من حوالي شهر وشوي. تعاملت مع الملحن يزن صباغ وكلمات رامي كوسا وتوزيع ايليا نستا ومحمود عيد. الحمد لله يعني كان الناس حبت. غنيت ستيل اللي انا بشوف يعني بشوف هون انا عبود هون بهذا الستيل، بالنسبة للكلمة، بالنسبة للحن، حتى بالنسبة للموسيقى. يمكن الناس سمعتني بالطرب خلاص عرفت انا شو. هلا صار وقت اللي انا اقدم الناس اللي اقدم الشيء اللي انا بحبه للناس، والحمد لله هيك لقيت يعني الناس حبت. كان ردة فعل الناس عليها حلوة. حب الاستاذ طاهر؟ اكيد. كان عم يناقش. بتعرفي شو، معلش ولو هيك اقاطعكم بفكره صغيره، كثير صعب بالنسبه لحد بيمتلك صوت حلو يحقق معادله انه هو ما شاء الله عليه يعني قادر يعمل هاي القصه، بس هذا سهل ممتنع انك انت تحققي معادله مثل من تانتان انتوا ما بتذكروا من 7 ل 77، انه من عمر 7 سنين ل 77 سنه يسمعوكي ويتابعوكي ويحبوكي بهذا العصر، لانه دائما هلا في فصل. يعني يا جيل القديم مثلنا نحن اولد فاشن بنسمع للساعه القديم، ضلينا على الاسود وابيض، يا اما الجيل الجديد اللي هو فصل عنا تماما اللي هو عم بيسمع هلا. اما انه انت تحقق المعادله ما بين الجديد والقديم، القديم شو يعني الطرب والصوت الحلو والامكانيه. هلا هو ما بقى يمكن لسه قدامه العمر بيعمل عمليات تجميل ونفخ وكذا، لا ما بده بس نكبر شوي. بس بالاخير هو يعني اداته والملكه تبعه هي صوته، وهي الصوت اذا ما هذا السحر اذا ما استثمره للاخير فبده يضطر يروح للكليبات وللزعبره، وهي بتصير وفي عالم عم تعملها. مثل ما قلتي هو ما بده هي القصه، هو عنده صوت حلو، هالملكه حلوه، بس هي كيف بيقدر بينقلها لكل الناس؟ هي الصعب. قبل كنت عم تسألي على الأغنية الوطنية، كان في فيروز ووديع وصباح فخري الله يطول عمره. لهلا نحن إذا بدنا نحط غنية وطنية ونرفع راسنا بنقوم بنحط سوريا حبيبتي من الأسود وأبيض، اسمه نحن بحر تشرين. طيب البديل الجديد اللي عم يطلع هاد ما قدر معناها يغطي، ولا حتى على صعيد الأغنية الوطنية ما قدر يغطي متطلبات الناس اللي هي بالأخير إذا لقيت مثل الفيزياء يعني الإناء الفارغ يملأه الهواء بالأخير. ممكن ماسترو كمان نحن بنفتقد هلا بالوقت الحالي لصناعة النجم، العناصر المتكاملة لنجاح النجم اللي حكينا عنها مسبقا، هلا رح نحكي فيها أكثر، لكن نسمع من عبود أغنية بمناسبة حرب تشرين التحريرية، ذكرى حرب تشرين. أكيد طبعا. شو بتسمعنا؟ هيك خليني أبرم الأغاني الوطنية واختار شيء واحد. يلا. أوكي. سوريا يا حبيبتي. سوريا يا حبيبتي أعد لي كرامتي، أعد لي هويتي. سوريا يا حبيبتي أعد لي كرامتي، أعد لي هويتي. بالحرب والكفاح وشعلة الجراح تنير درب ثورتي، يا حبيبتي. شكرا. عظيم عشان تشتاقوا لصوتك. شكرا عبود. واكيد نرجع لك استاذ طاهر، يعني كنت عم نحكي شوي عن الصعوبات اللي بيواجهها الشباب، واذا ما لقوا حدا يتبناهم حدا يساعدهم، ولكن ايضا بالمقابل في عندكم صعوبات كموسيقيين. خبرنا اليوم شو هي ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهكم وكيف عم تقدروا تتغلبوا عليها بهي الظروف. ابرز الصعوبات اللي تواجهنا مثل ما واجهت البلد كلها انه في صار عندنا هجره كبيره لكثير حقيقه ثروات بشرية، إن كان على صعيد الموسيقى وبقية الأصعدة. بس فيما يخص السؤال، لأنه دائما
بتسأله أنا بنسى حالي بقوم جاوب غير محل. بهالمرة رح جاوبك بشكل مباشر. أول صعوبة أنا واجهتني حقيقة أنه صار في قسم كتير كبير من الموسيقيين وحتى المغنين اللي بالمناخ الحرب اللي ما قدروا يكونوا عايشين وموجودين هون، مثل ما قلت لك بقية القطاعات في كتير عالم أجتهم فرص وطلعوا لبرا كذلك الأمر، فصار في هجرة كبيرة. بالإضافة صار في تعمد من بعض الجهات خارج البلد، وهذا كان مشروع بس ما هو مضوع، ولكن مشروع وانا عم بحكي على وثائق عم بحكيكي، يدفعوا بالدولار للناس ليسحبوهم لبرا، عم بحكي خصوصا موسيقيين ومغنيين. واكيد بالاخير اللي ما عم بيقدر بيلاقي فرصه هون وعنده ظروفه واسبابه واجته فرص برا فطلع لبرا. هاي اول مشكله انه صار عندك فقر بالكوادر. اثنين اللي هي بنرجع لقضيه اليوم الانتاج. اليوم الفن بده منتج، يعني نعمل عمل طوعي بنشتغل عمل، بس بالاخير بدك انا هاي الشغله بعيش منها وبطعمي اولادي منها، وبالتالي كمان ما كل العالم انبياء ولا مطلوب من كل مواطن سوري يكون نبي. ليش انا اذا كنت مصور ولا مخرج ولا موسيقي مفروض طول الوقت عم اشتغل للوطن؟ طيب بالاخير في تجار كبار كمان عم يشتغلوا للوطن وبيطلعوا ملايين كل يوم كل يوم. يشتغلوا للفن. هون كتير مهم هلأ اليوم نفكر بقضية الاستثمار الثقافي. يعني لما بيجي واحد عنده مشروع هلأ وهم نحكي بأعمار سورية مليارات، طيب عطونا هالقد لنعملكم سينما، لنعملكم موسيقى، لنعملكم أغنية، وهذا الشيء كتير مطلوب. مو نعملكم بس إلكم، نعمل لأولادكم. اليوم الجيل اللي بيسمع موسيقى ما بيشيل بارودة. اليوم الناس في عندها مشكلة ثقافة. اليوم الدولة لازم تدرك قديك عنا فقر بالوعي الثقافي، لحتى مجتمعات كاملة حملت سلاح وصارت تقتل أهلها. صحيح. ما بدي أقول ما أفكر بالعدو، العدو رح يضل، سوريا رح تضل مستهدفة، كل منطقتها هيك، حكمنا هيك، يعني الجغرافيا حكمتنا أنه نحن نضلنا مقاومين عبر التاريخ. وبالتالي خلينا نفكر بقلعتنا الداخلية، قلعتنا الداخلية على الصعيد الثقافي. اليوم عم نحكي إعمار، طيب كل هالفريق الموجود مفروض ياخذ 10 أضعاف اللي بياخده لحتى يعطي من قلبه. اللي دفعناه السبع سنين قاسية كلياتنا دفعناها، كنا نروح على الاستوديو، نحن رايحين على الاستوديو عم نطلع وين بده ينزلها، وين فوقنا ولا بعد شوي. صح. ونحن عم نسجل كنا نسمع الأصوات كلياتنا، جينا طلعنا بالكم مرة طلعنا على الهواء والأصوات ورانا، وبالتالي خلصت هاي الفاتورة. خلينا نفكر بالمرحلة القادمة، طيب نضلنا عم ندفع فواتير؟ اليوم اللي بده يستثمر بهاي البلد وإعادة الإعمار بتكون من خلال ملايين المليارات الدولارات، هل قد مفروض؟ وهذا شأن دولة، مو بس إنه ما نحكي هون، هذا المفروض جهات رسمية تشتغل عليه، إنه نحن بدنا نعمل مول هون كبير يكون في له قسم للثقافة، بمعنى إنه يعني يكون عندي سينما. أنا بتذكر الطقس السينمائي مثلاً، نحن أخذين العيلة ورايحين على السينما، اليوم ما موجود عنا لأنه ما عنا دور. لما بصير في دور سينما بالعالم بتروح، لما بصير في عنا مسرح العالم تروح على المسرح، لما ما بصير كل هدول العالم تحمل سلاح بتجي بتقتل بعضها. بس بالجانب الآخر كمان مايسترو، خلينا نعترف كمان أنه بهالسبع سنين كان كتير في محاولات، يعني ما توقفت المحاولات، إن كانت بالسينما بالدراما، حتى الشباب الموهوبين على كافة الأصعدة كانوا محاولاتهم لو كانت خجولة أحيانا أو ما عم تتلقى الدعم، لكن كنا عم نشوفها، يعني كانوا عم يمثلوا نبض الحياة بسوريا رغم الأزمة ورغم الإرهاب. والدليل حتى أنه في عنا مثل اليوم ضيفنا كمان صوته حلو راح قاتل فيه برا، كان كمان سلاحه وصوته ليوصل رسالة وطن. فكمان نحكي عن هي المحاولات، ليش ما إلها هذا الدعم؟ ليش لما عم تطلع ما حدا عم يتبناها؟ هي يعني مثل ما قلت لك، أنا بحترم رأي الدولة إنه كان في أولويات. اليوم لما فاتين على مرحلة قادمة مثل ما قلتي تماما، ليش حتى محطتنا هاي نفسها قديش تحاربت، قديش تحاربنا نحن بالأجهزة، بالشباب الفنيين بيعرفوا ما فينا نطور جهاز، ما فينا نجيب ميكسر، محاصرين. هاي حرب، يعني الحرب مو بس أشكالها هي القصف لا، في إلى كذا شكل. واحدة من أهم أشكالها أنه قتل المواهب. أنا اليوم مثل هالاستثمار فعلا اللي بالأخير أنا ببني عليه جيل، إذا ما من اليوم دعمته بعد 50 سنة الله يطول عمره ويعمل أرشيف كامل، ما بيكون في عندي حدا أخذ رسالة صباح فخري السفير واستمر فيها.
انا اليوم لما بكون لحالي عم بشتغل او مجموعه اصدقاء لي عم بيشتغلوا بالموسيقى، اذا ما نحن استمرينا اليوم ما بيكون عندنا هويه موسيقيه. وبالتالي تماما انا باكد وبايد كلامك انه لا، نحن محتاجين للدعم لحتى بقى خلصنا فتره دفع فواتير، خلينا ننتج. اكيد. نعم. يعني عبود خلينا نبعد شوي نحن عن الحرب ونحكي نضل شوي رايقين ونحكي بعالم الموسيقى. ما فيني غني هذا بدي هلا رح نسمع منك شيء بكون خاصة الأخبارية. هلا عبود احكي لنا عن علاقتك بشهد، قد ايه يمكن هي ساعدتك ببداية، شو قدمت لك شهد ان كان دعم معنوي ان كان نصيحة لتجربة هي عاشتها قبلك، فدي بتشوف انه هي فعلا فادتك بوجودها جنبك؟ اكيد فادتني بكل شيء. يعني نحن بالنهاية خلينا نكون نقول فنيا بالبيت، يعني تربيت على صوتها وتربيت على تجربتها، سواء بالموسيقى سواء كان ب يعني كتعامل مع الناس، اكيد يعني هذا شيء طبيعي. وبعدين دعمتني ايام البرنامج، مو دعمتني واسطة، كل الناس مفكرين واسطة لا ما في هيك شيء. ودليل على هذا الشيء انه انا الناس يمكن ما بتعرف هذا الشيء، كل الناس بتعرف انه شهد معناتها عبود فات معناتها في واسطة. أنا قدمت سنتين قبل ما كنت أنا وجود، أنا رفضت من البرنامج. كنت تسأل يمكن باختيار الأغاني شو تختار أغنية لا لا لك، يعني وقت اللي بيكون بهيك برامج أنا الصراحة ما فهمت الاستراتيجي تبع شغلهم وقت اللي بيرفضوا حدا. أنا ما طلعت لمرحلة من رفضت، أنا أصلا رفضت يعني وقت الاختيار. أنا بكون كم هائل من الناس مقدمين، فإذا كان في واسطة كان كنا مرقنا ما تعذبنا هالثلاث سنين اللي قطعت قبل ما اطلع. فانا كثير استفدت منها يعني، وهي كمان بتنصحني كثير يعني، وحتى انا بنصحها يعني. هي هلا اذا ما عم تسمعنا اعوذ بالله. فدائما وقت بدنا نختار اغاني بنسمع لبعض بنعطي اراء بعض. وبالنهايه كمان عملت لعبه معي قصه فادتني كثير، انه ما كان يمكن انتم اذا كنت تحضر شهد انا ما طلعت ولا مره معها يعني، بولا حفله بولا شيء. لا ايه فهذا انا كنت اتضايق منه، انه ليه معناتها انت بتغاري مني، انت ما بدك يعني اطلع. ما قالت لي بكره بس تكبر وتصير تبلش طريقك انت الخاص فيك بتعرف قيمه كلامي. فعلا يعني الحمد لله هلا الناس يمكن اللي بتحضرنا عن كل حدا عنده فئه عمريه بتحضره، يعني ما هو نفس الجمهور، لانه انا ما ربطت حالي فيها ولا هي يعني سمحت لي انه اربط حالي فيها. ايه واستفدت كثير من هذا الشيء. هن فاضلين حاطين عن بعض فنيا. ايه لا الحمد لله كل حدا عنده عمر بيتابعه. انا عم بتوجه الاعمار الصغيره يعني عم صيب ال 16 17 18 بعد ال 20 ما حدا بتابعني. طب خلينا كمان نستفيد نحن من وجودك أوكي. معنا ونسمع صوتك الحلو. اوكي انا بدي اسمعكم غنيتي بتحبيني. يلا. وبعدها ما بعرف جديد انا عم حضر له. اكيد هلأ. يلا أوكي. تفضل. قلت بحبك ما رديتي، خجلتي وعيونك خبيتي، ضميتك لقلبي وحسيت ايدك عخصري شديتي. قلت بحبك ما رديتي، خجلتي وعيونك خبيتي، ضميتك لقلبي وحسيت ايدك عخصري شديتي. حطتني الدنيا بدربك لتخبي الكلمة بقلبك، بحبك قد الدنيا كلها، بتحبيني قد ما بحبك. قولي بحبك قوليها، ما عاد بدي تخبيها عيديها، تصدق حالي داخل الله عيديها. قولي بحبك قوليها، ما عاد بدي تخبيها عيديها، تصدق حالي داخل الله عيديها. شكرا. الله الصوت كثير حلوه الاغنيه. اغنيتي الجديده وهلا عم نحضر كمان لعمل جديد رح ينزل هلا تقريبا هالاسبوعين، اللي فينا نقول اسبوع وشوي، من الحان فضل سليمان وكلمات علي المولى وتوزيع ميشيل فاضل، وزعبرناها بكليب. هلا كنا بنحكي على الزعبره، زعبرت هالمره اي. فرح تنزل هي وكليب، وهيك ان شاء الله الناس يحبوه. ستيل مختلف تماما عن بتحبيني. حبيت هيك نزلت اثنتين قريبين من بعض مشان الناس تشوف وين حبت، يعني هون ولا هون، مشان استلم خط ان شاء الله. اكيد عبود. انا بمون عليك شوي قاطعك. تفضل. ايه تفضل. اكيد تفضل. طب ليش انت عم تقول انه الفانز تبعك انه بس للعشرين، وليش ما حدد انت العمر؟ ليش ما انا بقول انه في مغنين
وهذا اللي لازم تشتغل عليه. هلا انا بحترم انه هو عم بيفصل بينه وبين مسيره الاستاذ شاهد، هذا بحترمه تماما، بس لانه كل فنان بده اسلوبيته وخصوصيته. ليش ما فكر انا اني اقدم شيء للجيل الجديد اللي هن مثل ما عم تقول الشباب والصبايا، وبنفس الوقت يكون بالضبط بنسمع للكبار وبنسمع ل... يعني ليش محدد عم هو عمر هو انا لك يعني انا صحيح عم 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 اقدم غنيه مثل ما بيقولوا خفيفه يعني، بس بنفس الوقت مراعي موضوع المغنى. يعني في مغنى هلا يمكن اذا إيه يعني هذا اللي لك يعني انت جاوبت يعني أوكي. جاوبت حالك لانه بالاخير لما بيكون شو يعني انه والله الكبير كمان بيسمع، والعالم كانت يعني ترقص على اغاني هلا، قول ما فينا نقارن قبل بهلا، بنفس الوقت يكون محموله بال بال بالامكانيه الصوتيه اللي عندك اياها. يعني احنا دائما نفكر انه 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 الجيل السرعه والتكنو والبيت والكذا بيلغي الفنان الحقيقي او وجود الصوت الحقيقي. لا في موجود بس يمكن يمكن الموضوع الموضوع عم صيب فيه اعمار معينه، يعني الاختيارات يمكن الفنيه مثل ما قلت عبود غنية. هي كموضوع غنيه يمكن ما هي 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 الفكره. دائما المسرح بحب ياخذ جميع الادوار. هلا اخذ دور المذيع والمحاور معنا او يمكن عبود حابب يتواضع شوي انه انا بطلع درجه درجه اول شيء لهي الاعمار بعدين بكمل. فلا عبود فعلا مثل ما قال الاستاذ طاهر في شريحه كثير كبيره كمان بهمها هي الغنية السريعة خلينا نقول، وبهم هذا الصوت الدافي يلاقي يسمعه دايما مو بس من المطربين الكبار لا كمان بعمره. بس يعني ولكن أنا حابب يعني أعيش عمري حتى حتى بالفن، يعني حتى كفنيا أعيش عمري، صيب الأعمار القريبة من عمري. أنا هيك أنا هيك هيك شخصيتي الفنية يعني حتى بشكلي عم عم حاول أعيش عمري. فكل سنة واحد ما في مشكلة يعني يتطور لا لو إنه أنا شوي هيك بيبي فيس يعني كذا ما بأثر علينا موضوع العمر. عبود كثير بدنا نتمنى لك التوفيق، وبدنا نقول لك شكرا كثير انك كنت ضيفنا لليوم، وبدي اتمنى لك دائما كل حفله تكون ناجحه اكثر من اللي قبلها، وبالفيديو كليب كمان يكون كثير مميز. شكرا لك استاذ طاهر. قبل ما نختم مع حضرتك دائما بيكون عندك كلمه بتوجهها، سواء عتب سواء كلمه شكر وعد ما بعرف، دائما بيكون عندك شيء جديد تحكيه، فاليوم حابين كمان تخص الاخباريه بشيء من عندك بعتب. لا ما في عتب ابدا، بالعكس انا بس بدي اقول انه بتمنى تمني هو على كل مواطن سوري اليوم، وانه اذا شوي بنسمع يعني هيك برواء الخطاب خطاب سيد الرئيس بنعرف تماما قديش نحن فعلا كل مواطن هو مسؤول، وكل مسؤول هو مواطن بالاخير. وبدي احكي بالنسبه فيما يخص الفنانين، خليني اقول انه فعلا نحن عنا شغلنا، وبنشكر الله بجهد وبتعب وبتاريخ عم نقدر نستمر، ونحن لكل الاعمار على فكره بالضبط. بس اللي بدي اقوله انه دائما دعم اسر الشهداء واجب. انا عندي مشكله حقيقيه كمواطن سوري انه قد ما وفيت هذا الدين حقيقه عم لاقي انه نحن لساتنا كثير مقصرين، وبالتالي كمؤسسات كافراد كفنانين كمواطنين هذا الدين لازم يكون أولوياتنا. شكرا. أكيد أنا بدي أتشكركم على وجودكم معنا بهالحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية اللي عم نعيش امتدادها لليوم بفضل جيشنا العربي السوري. بنذكر بالعرض المسرحي اللي اليوم مشاركين فيه أكيد الساعة 6 المساء اليوم وبكرة حيكون العرض، وهو يرعب بيكون لدعم أسر الشهداء. موفقين وناطرين كمان كل جديد منكم، وكمان نستضيفكم بحلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله. موفقين. شكرا لكم. شكرا. شكرا شكرا. بس اسمحي لي بالاخير تفضل قول شكرا لكل فريق الاخراج الجنود طبعا. المجهوله لانه نحن عم تشوف بوجه لهم الف تحيه. شكرا شكرا لك صباح الخير. شكرا عبود.